مرحبا بك. الله يبارك فيك. كيفاش ممكن لي نساعدك؟ فيت انا جيت لهنايا حيت عندي واحد الهدف اللي بغيتو يتحقق ديسي 3 اني ديسي 10 اني. المهم بغيت واحد النهار يتحقق ليا. الوغ ملي كنجي نشوف اشاك فوا جيسي باش نوصل تلقى لي زوبستاكل اللي حابسيني. برمي دي زوبستاكل سكا كنتعصب بزاف، يعني نقدر نكون دايره شحال من حاجه، يعني جو سوف شحال من مره، ونقدر في اي لحظه نكرشي كلشي. شنو واحد الهدف اللي باغا تحققيه؟ باغا نولي معروفه في الدومين، باغا نولي بروفيسيونيل، يعني باغا شحال من حاجه نوصل لها. عطيني مثال. داكوغ، ديغنييغمون كان عندي دي زيكزام في لافاك. الوغ العام كامل وانا كنقرا يعني كنحاول نمشي ليكوغ، كنعرف شنو كاين في ليكونومي. بقى ليكزام سيمانه، تعصبت صافي. منين تعصبت صافي جيسي باش نعاود نرجع راسي، ولكن ملي وصلت ليكزام لقيت سي ترو تار. وكيفاش تصرفتي ملي وقع لك هاد ليطا دو ستريس اللي تحول من بعد لايطا دو نيرفوزيتي؟ تعصبتي؟ شنو قررتي؟ شنو درتي؟ يعني انعزلت على كاع لونتوراج ديالي. يسرات شي مقتنعه معايا باللي فعلا انتي تسببتي في الفشل ديالك. وي يعني تسنيتي حتى وصلتي لواحد لافاز ديال ستريس، وقع كومول فاض داك الريسيبيون، ما قدرتيش تصبري اكثر. كان خاص ديري واحد البوز، ولكن باش تعاودي بوغ ريكوبيري باش تعاودي تواصلي من بعد ديك البوز كان ترو طار. واش كتشوفي باللي هاد النقطه كتاثر حتى على حياتك الشخصيه؟ انايا لو بروبليم ديالي سي كو جو برون كوشي بسيريو، يعني جيساي دو تو فير فلونتوراج ديالي، ولكن في واحد لو طون كيكون لو كومول ديال بزاف ديال المشاكل، لو كومول ديال بزاف ديال لي فوت اللي كيديروا لي زوطر. يعني واحد لو طون اللي نقدر نكون جالسه مع دي زامي ولا مع لا فامي ولا مع اي، المهم مع دي جون اللي نقدر فهاديك لوكيت يطرا ان بوتي بروبليم اللي نقدر جون كيما تيقولوا نخرج كاع داكشي اللي كان عندي في لحظه واحده. نقدر نخسر شحال من واحد زعما فلونتوراج ديالي. اذا يسرى مجد، بما انك ما غتقدريش تغيري الظروف من حولك، ما غتقدريش تغيري الناس، الحل الوحيد هو انك تطوري امكانياتك باش تواكبي هذه المواقف وتحسني تصرف في هذه الظروف. خاصك تبيني على انك نضجتي توصلي لواحد المرحله ديال النضج. هاد المرحله باش توصلي لها خاصك مواكبه، خاصك اخصائي كوتش مثلا تابعي عنده، لانه في المرحله الاولى خاص يكون واحد الشخص قريب منك اللي يساعدك على انك تبداي في الطريق، ومن بعد تقدري تكملي بوحدك. خاصك تكتبي اهدافك على ورق وتشتغلي عليها بانضباط بدقه بتحديد. علاش؟ باش هادشي ينقص عليك ستريس اللي كتوقعي فيه. ستريس هو نتيجه ديزورغانيزاسيون، يعني عدم انضباط، كيكون عندك بزاف د الحوايج غادك ديري خاصك ديريهم، كيتجمع كلشي في الاخر، كيوقع ستريس، كتختلط الامور، يعني كيدخل حتى الغولاسيونيل، ما كتحكميش في العلاقات ديالك، فكيأثر مجال على مجال. لتفادي كل هذا لا داعي لإلقاء اللوم على الآخرين، ولكن ركزي على نفسك. في الحالة اللي تحسي بلي مستوى ستريس بدا يطلع ولا مستوى النيرفوزيتي بدا يطلع عندك، حاولي تضبطي نفسك، ركزي على التنفس ديالك الريسبيراسيون، حاولي تحركي شوية، ديري شي حركات، بدلي البوستور دو كور، تخرجي إلا خاصك تخرجي، تسترخي، تحاولي تفكري في حاجه اخرى، يعني تحاولي تبعدي من بالتفكير ديالك من ديك النقطه اللي سببت لك الازعاج، وعاد تاخدي قرارك من بعد. هذه الا بغيتي من بعد ما تبقايش تاخدي قرارات كتندمي عليها. اذا باختصار prendre une décision à froid، يعني تاخدي قرار بعد ما تبردي، بعد ما تهداي، عاد تقري ماشي بحال الغضب ولا شي حاجه. فوالا.